قادرين نخدم، لا تغطية اجتماعية، لا تسوية وضعية، لا الوزير متحرك الملف نتاعنا. نحن عملنا كونترا من 2006 مع وزاره التربيه، اليوم تتنكر لينا وتقول لينا معناها انتم ما عندكمش حق معنا. اليوم العوان الوقتيين من 2017 ما رسموهمش. اليوم فما الاتروا اللي هما ليس مضطهده في الدوله التونسيه قروا في 25 ساعه. اليوم فما معترضين وزاره التربيه بصحه باش يدخلوا الانتداب، وزاره التربيه تحبسهم. اليوم من عندنا يوم غضب وطني، تجي فيه النواب وكل من يشتغل بالطريقه الهشه في التعليم، وزاره التعليم، من اجل الدفاع عن حقوقنا المشروعه. صارت اتفاقيات قديمه مع الوزاره على اساس ان الدفعات هذه يقع انتدابها هذه السنه، ما راعنا الا ان الوزاره والحكومه تتراجع عن هذه الاتفاقيات وتحب تعمل لهم شكل عقود ليس انتداب. طلباتنا انتداب، يزي ست سنوات تشغيل هش، توا سولنا وضعيتنا، طلباتنا تسوية وضعية على دفعات، على انتداب مرة واحدة، ما عددنا ماهوش برشا، حسب تصريح الأخ الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي، نحن توا عددنا 5600. Thank you.